شركة سيفتي واي للخدمات الكيميائية والبيئية وأنظمة معالجة المياه. تصميم وتركيب وصيانة ومعالجة محطات تحلية مياه البحر والآبار الارتوازية RO. منتجات الشركة من كيماويات معالجة المياه. مانع ترسيب الغليات وأبراج التبريد ومحطات التحلية. مانع تآكل الغليات وأبراج التبريد والشرارات. معالجة خطوط البخار في المصانع والمستشفيات والفنادق. معالجة حمامات السباحة. كيماويات محطات معالجة الصرف الصناعي. شركة سيفتي واي للخدمات الكيميائية والبيئية وأنظمة معالجة المياه. الكيميائي إبراهيم عبد الجليل السنوسي، استشاري معالجة المياه والبيئة. ورجعنا لحضراتكم من جديد، ومعانا مبادره جايه من مكتب الرواد للانشاءات الهندسيه، ومشرفنا منوره في الفقره دي المهندس عبد الله علي الصبيح. اهلا وسهلا بيك يا باشمهندس. اهلا وسهلا بيك يا استاذ عمر. اهلا وسهلا بيك، شرفتني. حضرتك قلت لي ان انت عندك مبادره. تمام. مبادره خاصه بيا فندم. هي جالنا من الحلقه اللي فاتت استفسارات كتير بخصوص التصالح، وفي تساؤلات كتير بسبب اللي عايزين تسهيلات بالنسبه لموضوع التصالح، لان طبعا انت عارف في ناس ما عندهاش امكانيه ان هي تدفع المبلغ اللي هو بيدفع اصلا لاي مهندس او اي مكتب هندسي. الامكانيات الماديه. بالنسبه للامكانيات الماديه، فاحنا حبينا ان احنا نسهل على العميل ويبقى في خصم 50% من التكلفه المفروض اللي هي الملف الهندسي. يعني الملف الهندسي طبعا ده رأفه بالمواطنين. بالظبط كده، هي مجرد تسهيلات، يعني كانها مبادره في اخر، اصلا احنا يعتبر اخر التصالحات في اخر شهر 12 شهر ديسمبر الجاري. يعني معانا لحد اخر الشهر بس، لحد اخر شهر تصالحات. فاذا بندعو ان اي حد ما عملش تصالح يعمل اتصال. بالظبط كده، الملف الهندسي بيبقى شامل 2 لوحه معماري ولوحه انشائي وتقارير سلامه انشائيه ونوتة حسابيه، جميع كل حاجه في الملف الهندسي موجود، ومن حيث التنفيذ في اسرع وقت. طبعا عشان الوقت دلوقتي انت بتتكلم النهارده احنا في 6 او 7 12، فبقى حوالي 23 يوم او حاجه زي كده، فيعتبر مفيش وقت، فلازم كله اللي هو ما عملش الملف الهندسي لازم يعمله. تمام. بس في جزء تاني للمبادره خاص بجزء التشطيبات. انا سمعت ان حضرتك كلمك ناس كتير على الديكورات والتشطيبات، وان انت حاولت تقدم لهم تسهيلات تاني، ودي بصراحه حاجه ممتازه منكم. من مكتب الرواد. ايه بقى اللي ممكن تقدمه؟ انت لما كلمتني المره اللي فاتت قلت لي انا واحده من الناس بصراحه. قلت لي لو عندي شقه هتقدر تفيدني بايه؟ الشقه انت بتسلمها لي طوب، تمام كده؟ تمام. انا بسلمها لك على مفتاح، بمعنى وعندنا مجموعه، عندنا باكج في كذا باقه معانا، في باقه المتر 1800 جنيه ومعاه غساله هديه كمان. وفي باقه نعم معلش غساله هديه. علاقه الغساله بال هو حاجه داخل الشقه يعني. اوفر بالظبط كده. وفي باقه 2000 جنيه ومعاها ثلاجه هديه. في كل باقه من اللي انا بقولهم دول معاهم حاجه هديه. هديه ده تشجيع، ده تشجيع وتحفيز للعميل ان هو والتقسيط. في نظام التقسيط ده اللي انا بتكلم عليه، ده التقسيط. والله بتبقى لمده سنتين. ممتاز. طبعا مع الاتفاق مع العميل بنحاول نظبط بقى القسط الاول هيدفعه امتى والكلام ده كله، اول ما يشرفنا في المكتب ان شاء الله. حسب كل عميل وكل منشاه ماسكنها. طبعا ده بالمبادره. معلش يا باشمهندس عبد الله، هل هي داخل القاهره الكبرى ولا جميع المحافظات؟ لا، في جميع المحافظات. سواء المبادره خاصه بال 50% من المصالحات، ملف المصالحات. بالظبط كده، او بالتشطيبات، او التشطيبات والهدايا اللي انت حضرتك عارضها. بالظبط، الباقات دي موجوده معانا. اي عميل عايز يتصل، طبعا الرقم بتاع المبادره محطوط موجود على الشاشه، رقم التواصل. بالظبط كده،
في بالنسبة للمصالحات، في ناس كتير كلمتنا المرة اللي فاتت لما طلعنا مع حضرتك، وده طبعا يعني أنا بحب أشكر حضرتك وبحب أشكر الأستاذة صبر نعم إن هي ادتني الفرصة إن أنا أظهر مرة تانية عشان أتكلم عن المبادرة دي، أكيد، وده طبعا لأن حضرتك بتخدم كل بالمشاركة. مشاهدين هو المجتمع وكل الناس بصراحة، الله يعزك. وده طبعا فضروري يعني. بالمشاركة مع برنامج هو المجتمع، المبادرة دي بالمشاركة مع برنامج هو المجتمع، فحابب برضه أنوه عن الموضوع ده. إن شاء الله بإذن الله الملف الهندسي في أسرع وقت بيكون موجود عند العميل. يعني لو عميل اتصل بيك دلوقتي وقال لحضرتك أنا لحد دلوقتي ما عملتش أي حاجة ورايح، المطلوب مني يعمل إيه؟ يروح يدفع أول الأول حاجة، جديد أول حاجة التصالح؟ المفروض يروح يدفع جديد التصالح 25% اللي هي القيمة اللي المفروض بيحسبها دي، لازم ده في البداية بس، في البداية أول إجراء يعمله. ده أول إجراء يعمله لو هو لسه ما عملش أي ورق. تمام، يعني ولو ما حضرتك عملوش في المكتب بتقوم بعد كده بكل حاجة. بعد كده أنا الملف الهندسي كامل موجود معايا، أروح أرفع مساحة، رسومات، تقرير سلامة، نوتة حسابية، كل حاجة موجودة. تسلموا الملف في خلال قد ايه يا باشمهندس؟ من بنتكلم في ضيق وقت، يومين لثلاث ايام، من يومين لثلاث لثلاث ايام، ايام يعني اقصى معنى حاجة اقصى حاجة 72 ساعة يكون الملف جاهز يكون الملف جاهز في معايا. جميع ممتاز، محافظات جمهورية مصر العربية. في جميع المحافظات ان شاء الله. ممتاز جدا يا باشمهندس. طب ايه اللي خلى حضرتك فكرت في المبادرة دي؟ هل كمية الاتصالات ولا هل لقيت ناس كتيرة لسه لحد دلوقتي هي في ناس كتيرة يا استاذ عمر لحد دلوقتي لسه ما عملتش اي حاجة، حتى لسه ما ما قدمتش بلمتش فلوس؟ جدية، او بمعنى اصح ما معهاش اصلا فلوس تدفع جديه دلوقتي. تمام، انت متخيل الوضع؟ فلا، فمش معلش انا مش انت هنقف تدفع جديه ساكتين، كذا حضرتك كذا بتحاول الف، تساعد. فانا مش هاجي عليك برضو في الملف الهندسي اللي انت المفروض هتدفع برضو مبلغ. لا، انا بظبطها لك بحيث ان انت ايه يكون عندك راحه. طيب في حد مثلا لو حد تواصل معاك من الخارج، من خارج مصر، هو مسافر خارج مصر، لان دي رساله جايه لنا على الواتس حالا، هو خارج مصر تمام. وحابب ان هو يقوم بالمصالحات، هل حضرتك في امكانيه انت ممكن تقوم بكل شيء وهو خارج وهو في الخارج؟ طبعا بيعمل لي توكيل وانا بقوم بكل الاجراءات اللازمه، بس اهم حاجه التوكيل طبعا عشان ابقى نائب عنه. بيعمل لحضرتك توكيل خاص في برضه لو بعمل هو حابب المصالحات؟ برضه في معانا مكاتب استشاريه، مكاتب اقصد محاماه، برضه ممكن يعمل لو توكيل بالنسبه للاجراءات القانونيه. طبعا في برضه معانا مكاتب محاماه. طب هو الاستاذ احمد بعت لنا من السعوديه، لو حضرتك هتوجه له رساله للكاميرا تقول له يعمل ايه يا فندم؟ اول حاجه بتعمل توكيل لمكتب محاماه، وبعد كده توكيل برضو المكتب الهندسي بتاعنا، واحنا بنعمل كل الاجراءات اللازمه. انت بس تواصل معانا وان شاء الله هقول لك على كل التفاصيل. على رقم التواصل الموجود على ممتاز. الشاشه. بالظبط كده. تمام. بالنسبه بقى للتشطيبات، هل انت بتعرض على العميل كذا نموذج بالنسبه الخاص بالتشطيبات؟ بص يا فندم، في عميل بيبقى حاطط في تخيله حاجه معينه او سيستم معين هو عايز يعمله، ده مفيش مشكله، احنا بنعرض عليه اللي هو عايزه. بمعنى ان هو مثلا انا عايز مثلا الاوضه دي فيها كذا وكذا، فيها لمبتين، فيها ثلاثه، انا بتكلم ايه العرض اللي انا بقوله ده، تشطيبات، محاره، دهانات، جبسون بورد، كل حاجه ما عدا الفرشه. يعني انت هتدخل تفرش بس. بس هو برضه بيبقى ليه نظره يعني طبعا انا بقدم له بالاتفاق طبعا مع حضرتك. بالظبط، انا بقدم له 3 ديزاين، ده من عندي من المكتب طبعا، بالاشتراك مع اكبر مكاتب التشطيبات الموجوده في مصر، يعني دي ده في متعاونين تعاون معاهم. مشترك مع في حضرتك تعاون في المكتب؟ بالظبط، في تعاون مشترك ما بين مكاتب تشطيبات من اكبر مكاتب التشطيبات في مصر، دي موجوده معانا. بالنسبه هو مثلا في دماغه حاجه معينه عايز يعملها، لا احنا بنقدم له 3 ديزاين، يختار منهم ديزاين، لو عجبه تمام، ما عجبهوش بيقول اللي هو عايزه واحنا نعمله له، ننفذه له على ارض الواقع. يعني العميل ملهوش حجه؟ لا ملهوش حجه خالص كل ان شاء اللي الله. على العميل ان هو يتصل برقم التليفون بس اللي موجود على الشاشه وهو حضراتكم بتقوموا بكل هو شيء. يتواصل معانا وان شاء الله كل حاجه هتبقى مظبوطه باذن الله. في عميل تاني بقى يقول لك مثلا في حاجات كده معينه، يعني مثلا ست البيت بتبقى عايزاها، معنى صح طبعا يا استاذه سمر تسهيلات معانا. علينا زي المطبخ والليفنج روم لا قصدي حاجات حضرتك ان كتير هو عاوزينها في كل حد الديكورات. ممكن يرجع مثلا لشريكه حياته او خطيبته او بيستشيرها صح في كده؟ كل حاجه. في ناس اكيد، برضو لان هي اللي هتبقى قاعده في البيت. في ناس برضو ما بتبقاش عايزه ان هي تعمل التشطيبات عندنا، هي مثلا عايزه الديزاين بس. الديزاين برضو موجود، ممكن نعمل لك الديزاين وانت تنفذه عند اي حد تاني، يعني برضو ده متاح. تمام، الديزاين ممتاز برضو جدا. ممكن نقول سعره مثلا لو حابين برضو على اساس ان هم هو يتواصل معانا وان شاء الله في تأثيرات جامده. يعني بالنسبه انا للديزاين ده في مبسوطه تأثيرات جدا جامده. بكل الحاجات اللي انت عاملها بصراحه، مبادره محترمه جدا وهتساعد ناس كتير قوي بصراحه، يعني في الوقت في ناس الحالي. محتاجه في الوقت الحالي بصراحه، الوقت الحالي في ناس كتير اشد الحاجه للموضوع ده. مظبوط، فاحنا يعني المكتب بتاعنا مفتوح 24 ساعه، والرقم التواصل موجود، واي حد عايز يتواصل معانا انا تحت امره يعني في اي حاجه.
باشمهندس عبد الله، والله مبادرة في غاية الأهمية، وفي وقتها فعلا إن أنت حسيت بالمجتمع وحسيت بمعاناته والناس، لسه الناس فعلا لحد دلوقتي زي ما حضرتك بتقول في ناس كتير جدا قالت لا أنا مش هتصالح لأن ما معيش فلوس للتصالح وكده، فده برضو تشجيع من عند حضرتك إن أنت يبقى ليك دور اجتماعي، إن دور المهندس مش مجرد إن هو ياخد ملفات وياخد فلوس وخلاص، لا إن احنا برضو نبص للمجتمع، دي حاجة كويسة جدا بنحيي حضرتك عليها. انا طبعا بحيي حضراتكم لان انتم مشتركين معايا في نفس المبادره دي، فحابب اشكركم، وان شاء الله باذن الله يكون في ميزان حسناتنا كلنا ان شاء الله. ان شاء الله برضو بنوجه برضو الساده المشاهدين ان رقم برضو الباشمهندس عبد الله موجود على الشاشه قدام حضراتكم، اللي حابب يتواصل معاه هو عامل 50% خصم على التصالح، على ملف التصالح والتشطيبات، في كذا باقه موجوده معانا هقول لكل واحد اللي هو عايزه يعني. تمام، بشكر حضراتكم طبعا على حسن الاستماع، بشكر الاستاذ سمر وبشكر الباشمهندس عبد الله، شكرا يا باشمهندس، استمتعتم بحلقه اليوم، على امل ان احنا ان شاء الله نلتقي بكم في حلقات اخرى، انتظرونا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.